مشكلة كبيرة انك تكلم ولي امر علشان ولده ود، يعني انا وايد اشوف لاعبين بالمدارس، يعني ايام قبل كورونا طبعا، لما تكلم الابو تقول له ترى ولدك لاعب زين نوديه نادي، يعني يرد عليك الابو على طول يا معود خله حق شو تسوي له الكره، شو تبي تعطي الكره يعني الان، خلي جاب له دروسه. نعم خلي جاب له، والله بالضبط خلي جاب له، صحيح المستقبل. اي نعم مستقبل. وهذا من حقهم، يعني من حق ان والله والله تبي الصدق يا عود ان المفروض مو كذي، المفروض واحد يجمع بين الاثنين، يعني هم رياضه وهم هذا. ليش شيء ترى كره يعني المدد. يعني انت يعني لازم تلعب كره لازم تكون جاهل مو مدرس، ليش ما تصير لاعب كره وتصير جامعي وتصير دار، يعني الله يرحمه سيد سعيد وجاسم يعقوب خذ الجامعه كانوا لاعبين، بس هالوقت هذا اللي صار صعب تحتاج الاذكياء ابو علي. ها؟ كره القدم تحتاج الاذكياء، يعني اذا عندك لاعب ذكي تلقاه ذكي بالدراسه وذكي بكره القدم. صدقني والله في ترى في والله يا جماعه، يعني ابو سعود تلقى لاعب مميز ولاعب ثاني ما هو مميز، سله بالرياضيات ما يعرف شيء. نعم والله العظيم ما يعرف شيء. اللاعب المميز يعني ترى خاصه بالرياضيات الفيزياء الكيمياء المواد العلميه، لما تسال واحد اذا هو لاعب زين طبعا. نعم اذا هو لاعب زين يعني مو يكون شاطر بس ما يعرف لا بالكره، لا اذا هو لاعب زين لو تساله بالرياضيات بلوه تلقى. مو شرط مو لا قاعد اقول لك الحبيب تحتاج الاذكياء. انا اقرب مثال والله تسلى بالرياضيات وتسلى فيزياء انا درس والله لعب كاس عالم حصتين. لا لا ممكن ما حصتين احبهم اول الالعاب ودي الحين تربيه دي الالعاب ودي الالعاب لا وش اسمه والرسم رسم لا احسن شيء رسم كله قاعدين ماكو شيء.